في سورة التوبة. تعرفون عبد الله بن عبد الله بن أبي؟ عبد الله بن أبي معروف رأس المنافقين، ولده عبد الله على اسم أبوه، آمن مسلم صحابي. هذا عبد الله بن عبد الله لما مات أبوه، أبوه رأس المنافقين، منافق، اتهم الرسول وتكلم وفعل. لما مات أبوه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات. عم أبو الخطاب يناظر كأنه يقول: خير، طيب خير يا طيب، خله يموت، ما طاح من النجوم خف لسنا، يقول العوام. قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وإني أريد ثوبك. أريد ثوبي ليش؟ قال: أريد أن نكفنه به. وش قال الرسول؟ اصطر كف. قال: يلا رحت وكعل الله. قال: انتظر. قام دخل وخلع ثوبه وجاء عطاهية. قال عمر: يا رسول الله، إنه أبي، عبد الله بن أبي المنافق، الله يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: يا عمر، إن الله خيرني، استغفر أو لا تستغفر، وإني اخترت أن أستغفر له، ولو علمت أن استغفاري أكثر من 70 يغفر له لاستغفرت له. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله. قال: خذ ثوب. حتى جاء النهي الصريح: أنا لا تقوم على قبره، لمات أحدهم على الكفر، ولا تقوم على قبره. لما جاء النهي الصحيح الصريح التزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ليش الرسول عطاه الثوب؟ ليش؟ يوم معركة بدر، العباس عم النبي أسلم طبعا في فتح مكة، كان مع المشركين يقاتل، تقطع ثيابه من السيوف الرماح عم النبي، وانكشفت عورته، والعباس رجل جبر، فما وجدوا له ثوب على مقاسه. فقام عبد الله بن أبي قال: عندي ثوب يأتي عليك على مقاسك. فأكساه الثوب وفرح النبي لأنه عمه. قال: هذه بتلك، نردها لعبد الله بن أبي، مع أنه منافق ومات على النفاق، لكن صدق الله. سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة لكنها ختمت بالرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. تبغى قوة إلى قوتك، وتبغى أن تستمد راحة على راحتك، اقرأ القرآن. والله والله أنا اسمحوا لي أعبر بهاللفظ، والله عيب عيب يمر علينا يوم ما نقرأ صفحة من كتاب الله. اللي يبغى أموره تتيسر يقرأ القرآن، اللي يبغى وظيفة يقرأ القرآن، اللي يبغى رزق يقرأ القرآن، اللي ترى وتريد زواج تقرأ القرآن، اللي بينها وبين زوجها مشكلة وتريد أن يصلح الله الأمر تقرأ القرآن، اللي يريد المال الحلال يقرأ القرآن، اللي يريد الرزق والحلال والبركة والهدى والتقى والعفاف والستر يقرأ القرآن. القرآن فيه كل شيء، تبيانا لكل شيء. القرآن مهو بجريدة تقرأ، كل ما قرأت جزء أو آية أو سورة أو تجاوزت شيئا من كتاب الله اعلم أنك أنت المغتنم، غنيمة. ولذلك يوم دخلوا الصحابة على النجاشي، النجاشي نصراني ترى ما هو مسلم، لكن يوم دخل الصحابة الهجرة الأولى، هجرة الحبشة، وقلتها في السيرة النبوية، يوم دخلوا عليه كان جعفر بن أبي طالب رجل متحدث حكيم يعرف كيف يدير الأمور، وجاءهم عمرو بن العاص يشي بهم، قال لهم ترى، قال: يا نجاشي، ترى اللي جايينك مهبة، ما في واحد صار، تراهم عبيدنا وأذلاؤنا، ولا فيهم أحد له قيمة عندنا، ولا هو صحيح الكلام. قال النجاشي: جيبوهم لي. يوم دخلوا عليه سألهم، لأنه وش قال له عمرو بن العاص؟ قال: تراهم جابوا دين، له بدين، له بدينك اللي نزل من السماء، وله بدين آبائنا ولا أجدادنا، دين جديد ما نعرفه. فسألهم طبعا عن دينهم وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وعطوه مكارم الأخلاق. قالوا: جاءنا رسولا نعرف نسبه، ونعرف أمانته، ونعرف صدقه، كان بيننا، فنهانا، نهانا عن الكذب والحرام، وعن أن نغير على جيراننا، أعطاه مكارم أخلاق. ثم قال: وماذا يقول لكم عن ربكم؟ فقام جعفر بن أبي طالب قال: اسمع ماذا يقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، حتى أتى إلى قوله تعالى، إلى أن جاء
وإذا أن جاء إلى قصة مريم عليها السلام، ولما سمع قصة مريم بدأ يبكي النجاشي، يقول عمرو العاص قلت ليتني ما قلت له يسألهم. فتأثر رجل غير مسلم بكلام الله جل في علاه، لأن هذا الكلام روح. أصبحت الأمة تقود الأمم في 40 سنة من عهد من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل علي، تقريبا قرابة 40 عام، وكانت الأمة تقود الأمم. ولذلك الله وش يقول؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، القرآن سير به الجبال، المعنى لو أن القرآن يسير الجبال كان هذا القرآن مشى الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا خسارة.